عيشها ببساطة، دي ملهاش إعادة، دي الحياة سكرها زيادة. عيشها من قلبك وقول لها بحبك، دي زي ما هتحبها هتديك زيادة. تشوفها حلوة ولا مرة، انت لوحدك هتدوق طعمها، يبقى ليه ما تعيشهاش بسعادة؟ اهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أميرة يحيى في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجكم صالون الأميرة. في الموسم ده هنهتم بكل القضايا وكل المشاكل النفسية والأسرية. الدنيا هي دار الشقاء، والإنسان الشاطر اللي فيها اللي يقدر عليها وينتصر هو ده الشاطر، علشان الحياة بتهاب كل من لديه قدرة. يشرفنا ويسعدنا إن احنا النهاردة يكون معانا أولى حلقات برنامجنا عن تطوير الذات، وإزاي نقدر نحول الطاقة السلبية لإيجابية وكمان ندعم ثقتنا بنفسنا. شرفنا ويسعدنا إن احنا يكون معانا النهاردة وعلى مدى الحلقات القادمة بإذن الله في الموسم الجديد اللي هيهتم بكل الموضوعات اللي تهم الصحة النفسية، الموسم بتاعنا اللي هيكون مع أستاذة سعاد إبراهيم الاستشاري النفسي والأسري، دبلومة علم النفس جامعة عين شمس. مساء الخير يا أستاذة. مساء النور. عاملة إيه؟ الحمد لله. شرفتي ونورتي صالون الأمير. بنور حضرتك. احنا عايزين بقى في الموسم بتاعنا أو عموما في حلقاتنا إن احنا نعتبرها نوع من أنواع الفضفضة والدردشة. بالظبط. في البداية عايزين نعرف يعني إيه تطوير ذات، إزاي نقدر نطور ذاتنا ونطور شخصيتنا. أول حاجة يعني إيه نطور ذاتنا؟ إن احنا نعرف نقاط ضعفنا ونقاط قوتنا ونبتدي إن احنا نطور ده. طب إزاي نعرف نقاط الضعف ونقاط القوة دي؟ أبتدي إن أنا أراقب انفعالاتي طول اليوم، أشوف إيه الحاجة اللي أنا بعملها بشغف وبحماس. أبتدي أشوف انفعالاتي وتعبيرات وشي وأنا بعمل الحاجة دي، أشوف حركات جسمي، احاول ان انا اجرب حاجه جديده، ما متقيدش بس بالوظيفه، ادخل اعمال تطوعيه علشان ابتدي ان انا اعرف ايه الحاجات القوي فيها وايه الحاجات الضعيف فيها وابتدي اطور من نفسي. اسال اللي حواليا ايه السلبيات الموجوده فيا وابتدي اقارن ده باللي انا اكتشفته في نفسي. برضو ايه هي، طيب ايه هي نقاط القوه بقى ونقاط الضعف دي؟ نقاط الضعف مثلا زي لما يكون عندي ضعف القدرة على التواصل مع الآخرين والمناقشة، دي بيعتبر نقطة ضعف اللي احنا بنقول عليه إنسان مش اجتماعي. بالظبط كده. ببتدي ان انا اطور بقى القدرة دي ازاي، ان انا اقرأ كتير، ان انا اتعامل مع ناس اكتر. برضو نقطة ضعف ان انا اكون عصبي مثلا، دي نقطة ضعف تخليني ابعد عن المجالات اللي بتحتاج مثلا ان انا اكون اتحكم في انفعالاتي. زي مثلا الشخص العصبي ده ما ينفعش يشتغل كول سنتر. طبعا بالظبط، لانه اكيد في الحالة دي لما يجي له اتصالات تليفونية او استفسارات مش هيقدر يمتص غضب العميل اللي بيتكلم معاه. بالظبط كده. طيب نقطة الضعف، احنا كده اتكلمنا عن نقطه الضعف، نتكلم بقى عن نقط على نقط القوه او اللي بتعتبر نقاط قوه. تمام. احنا عندنا ثلاث انواع في المهارات الشخصيه، زي مثلا الثقه بالنفس، الشخص اللي بيتكلم عن نفسه بثقه من غير تردد، ما بيخليش حد يتحكم في حياته، اراء الناس السلبيه ما بتاثرش فيه، دي كده بتعتبر نقطه قوه فيه. كمان طب في ناس كتير جدا بيتكلموا عن ثقه بنفس ويقول لك في البدايه كده يقول لك ايه انا ما عنديش ثقه بنفسي، ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الانسان يفقد الثقه بنفسه؟ القلق والتوتر الزايد، ان هو دايما بيفكر في الفشل اول حاجه، ان هو يقارن نفسه بالاخرين، لازم يفهم ان هو عنده مواهب ومميزات غير اللي عند الاخرين، فما ينفعش ان انا اقلدهم. وفي فرق من ان انا اتعلم من تجارب الاخرين وان انا اقلدهم. اتعلم من تجارب الاخرين معناها ان انا حددت الاول هدف بيتماشى وان انا والقدرات اللي هو محتاجها موجوده عندي. وبعد ما بحدد الهدف ببتدي اشوف الناس اللي هم الاكبر سنا واللي مروا بالتجارب قبلي واتعلم من الاخطاء اللي وقعوا فيها. ودي في فرق ما بين ان انا اقارن نفسي واقلد غيري وان اتعلم من تجارب الاخرين. ما ينفعش اكون نسخه من مثلا، على سبيل المثال صاحبي ليا صاحب مثلا دخل كلية معينة،
ما ينفعش انا اروح اقلده وادخل الكليه دي علشان هو ناجح فيها، لا، هو ربنا اداله مميزات خليته قادر ان هو ينجح في الكليه دي، لكن انا ممكن ما اقدرش انجح فيها، انا عندي مميزات تاني تخليني انجح في مجال تاني. ممكن برضو الفشل في الدراسه او الفشل في عمل معين او الفشل في علاقه، ده يخلي ثقتي بنفسي تتزعزع. طيب انا لازم علشان ما اقعش في الخطا ده، لازم افهم ان الفشل ده طبيعي، احنا جايين الحياه علشان نفشل وعلشان نتعلم من الفشل ده ونبتدي نطور نقط الضعف او الاسباب اللي خلتنا الاخطاء اللي احنا بنقع فيها في حياتنا، يعني لولا الخطا اللي احنا بنقع فيه في حياتنا على مدار التجارب ما كناش اتعلمنا. بالظبط كده، ودايما بنقول ان الانسان مش خسران في حياته، لان التجربه نفسها والتعلم من التجربه هو مكسب للانسان. بالظبط. لو جينا مثلا على سبيل المثال، الطالب فشل في ماده معينه، معنى كده ان هو يسيب الدراسه، ان هو يقول انا مش هقدر اكمل؟ لا، انت بتدي دور ايه السبب اللي خلاك تفشل في الماده دي. هل الماده دي انت ما اديتهاش وقتها اللازم، ما كنتش بتركز فيها بطريقه كويسه وهي بتحتاج منك ان انت تركز اكتر؟ كذلك بالنسبه للعمل، احنا عندنا مثلا في العمل، يعني في البدايه الانسان مثلا ممكن يقول لك انا بضطر ان انا اشتغل حاجه مش بحبها علشان انا لازم اشتغل. في الحاله دي حضرتك تقدري تقولي له ايه؟ لازم اول حاجه ان هو يبقى حاطط هدف معين هيوصل ليه. تحديد الاهداف. تحديد الاهداف. تمام. ازاي احدد الهدف؟ يعني مثلا لو واحد عايز يشتري عربيه، ما ينفعش يقول انا عايز اشتري عربيه ويسكت. لا، لازم يحدد الهدف ده بالزمن اللي هيحدده فيه، بالاساليب اللي هيحدده بيها. يعني انا هشتري عربيه بعد سنتين، يبقى انا حددت الزمن وهبتدي ان انا مثلا دخلت وظيفه مش بحبها اهي، ابتدي ان انا اشوف الوظيفه اللي انا عايز اشتغلها دي محتاجه مني ان انا انمي قدرات ايه. ولازم تكون الوظيفه اللي انا عايز اشتغلها دي القدرات اللي محتاجاها موجوده فيا. لازم اختار وظيفه القدرات اللي علشان انجح فيها اكون عندي الامكانيات اللي انا انجح فيها. تمام. دلوقتي الانسان السلبيات او تفكيره في السلبيات، التفكير السلبي عموما والتفكير السيء عموما مدمر لحياه الانسان. ليه الانسان عموما بيفكر في السلبيات، وايه اللي يخليه ممكن يحول التفكير السلبي ده لتفكير ايجابي؟ ازاي يقدر يعمل البالانس ده؟ ازاي يقدر يعمل التحويله دي؟ طيب انا ممكن قبل ما ندخل في التفكير السلبي اتكلم على ازاي ان انا اطور ثقتي بنفسي، علشان ده هيبقى سبب ان يخليني ما افكرش بطريقه سلبيه. تمام، اتفضلي حضرتك. اول حاجه لازم احدد هدف زي ما قلنا، لازم احدد نقاط الضعف دي اكتبها، اشوف انا ضعيف في ايه وابتدي احط خطه لتطويرها. لازم اكون حريص ان انا اطور من ذاتي وان انا انمي مهاراتي بالقراءه والاطلاع، علشان ابتدي ان انا لما اتحاور بفهم، وده هيديني ثقه اكتر بنفسي. كمان المظهر الخارجي ده عليه عامل كبير قوي في اني ازيد ثقتي بنفسي. اتعلم المواجهه حتى لو كنت خجول او متردد. طبيعي ان كلنا عندنا صفه الخجل، لكن الفرق ان الاشخاص الناجحين دول بيعرفوا يسيطروا على خجلهم وبيعرفوا يخفوه، علشان كده هم بينجحوا في الحياه. كمان لازم اخليش اراء الاخرين السلبيه دي تاثر فيا، لازم اعرف ان ارائهم دي بتمثل علمهم هم، بتمثل فكرهم وثقافتهم، فمش دايما هتكون على حق. كل ده بيزود ثقتي بنفسي. اقدم المساعده لغيري، لان تقديم المساعده دي هحس ان انا ليا اهميه في المجتمع، بالتالي ده هيزيد ثقتي في نفسي. دي نقطه مهمه جدا، ان انا حد مثلا يلجا ليا ويطلب مني طلب، وانا لما الاقي نفسي توفقت، طبعا باذن الله توفقت ان انا البي له الطلب. بالزبط. ده بيبقى نوع من انواع البوش دي تو مي، ان هو باخد ثقه في نفسي قويه. بالزبط. جدا هو مش بيفيد نقطه غيره قويه بس. جدا فعلا هو مش نقطه بيفيد قويه غيره، جدا هو بتعود عليه ايجابيا على نفسه. بالظبط صح. كمان هلاقي ان انا ما اقارنش نفسي زي ما قلنا بغيري. ما ابتديش ان انا اخد غيري ده نموذج احدد بيه اللي انا عايزه اوصل له. لا، انا ابتدي ان انا اكتشف روحي واكتشف امكانياتي واوظفها بطريقه صح واطورها. قبل ما نتكلم على الطاقات السلبيه والتفكير السلبي، بما انك قلتي على حاجه جميله قوي، التقديم للاخرين المساعده او الخدمه. انا عارفه ان عيد ميلاد اختك كان امبارح، فبنتهز فرصه اولى حلقات برنامجنا وبقدم التهنئه لاستاذه رحمه، اخت استاذه سعاد، وبنقول لها كل سنه وانتي طيبه وعبال مليون سنه يا رب في سعاده وهنا.
وانتهازا للفرصه. وكل برج السرطان بقدم كمان التهنئه لصديقتي وعزيزتي وانتمتي ومديره برنامجي ومديره حياتي كلها استاذه ايمان عمران، وبقول لها كل سنه وانت منوره حياتنا وكل سنه وانت دعماني يا رب. ميرسي جدا. ده نوع من انواع دعم النفس. بالظبط كده انا فكرت فيها حاليا، وكمان تقديم مساعده انت دخلتي وانت بتتكلمي فيه ان قد ايه الانسان لما ممكن يكون اسعد حد او عمل حاجه حلوه لحد هي بتعود عليه هو السعيد. بالظبط كده. كل سنه ورحمه طيبه. اوكي كل سنه وحد. شكرا. شكرا جدا. نكمل بقى كلامنا، وعايزين نتكلم على التفكير السلبي اللي احنا حابين اصلا نمحيه او حابين ان احنا نحوله بسرعه. التفكير السلبي سيء حياة الإنسان، بيدمر حياتنا وبيدمر حياة الإنسان. بالزبط. إزاي نقدر نحول الطاقة السلبية أو التفكير السلبي اللي عندنا إزاي نحوله لتفكير إيجابي؟ تمام. أول حاجة نتكلم عن الأسباب اللي بتخلينا نفكر بطريقة سلبية. تمام. إن أنا ما يكونش عندي هدف محدد في حياتي. الروتين السلبي، إن أنا ما بعملش حاجة أجدد من نفسي، مثلا أفضل طول الأسبوع بشتغل، لازم أجي اليوم الأجازة وأطلع رحلة، أعمل خروجة، لازم أكسر الروتين السلبي ده. كمان التعامل مع الأشخاص السلبيين ده هيأثر عليا سلبيا. كمان المقارنة بالآخرين ده هيأثر عليا سلبيا. عدم الثقة بالنفس هيخليني أفكر دايما بطريقة سلبية، وبالتالي هدمر حياتي وبخليها عبارة عن سلسلة من المشكلات النفسية والأمراض النفسية، وأحس إن أنا ضايع وأحس إن أنا لوحدي، لأن بالطبيعي ما فيش حد يحب يصاحب إنسان سلبي. تمام. كل أفكاره سلبية. تمام. يعني الآثار السلبية للتفكير السلبي سيئة على حياة الإنسان. طبعا. ممكن أكتر حاجة ممكن توصلنا مثلا لما نكون بنفكر بطريقة سلبية فوق الاحتمال، ممكن نوصل ليه؟ ممكن نوصل للانتحار، ممكن يوصل للإدمان. ده هو إن لم يكن السبب الرئيسي للإدمان. أكيد. لأن هو دايما بيخاطب نفسه أنا فاشل، أنا مش هقدر أعمل ده، أنا ما فيش حد بيحبني، أنا ماليش صحاب، فبالتالي بيرجأ للمخدرات علشان يهرب من كل التفكير السلبي. يهرب ده من المشاكل. بالزبط. ويبدأ إن هو يغير. بالزبط. عقله وما يفكرش في الموضوع، هو كده مش بيحل المشكلة. لا، هو كده بيزود المشكلة. كده بيزود المشكلة. وكمان التفكير السلبي هنلاقي إن هو بيوصلنا للوم، إن أنا دايما بلوم نفسي، إن أنا دايما بجلد ذاتي. ده حاجه صعبه جدا. جلد الذات دي من اقوى العوامل او من اقوى الاسس اللي ممكن تدمر النفس نفسها. بالظبط. ده علماء النفس قالوا بنسميهم القتل الثلاثه من كتر ما هم بيدمروا قد ايه حياه الانسان. طب احنا دلوقتي اتكلمنا ان احنا نحول التفكير السلبي نحوله ازاي لايجابي. نعمل ايه علشان نبقى مقبلين على الحياه؟ تمام. او نحس ان في، يعني طبعا انا شخصيا متفائله جدا، يعني انا كاميره يحيى دي حاجه جميله جدا، متفائله جدا. يعني دايما بقول ايه، مهما مر الصعاب ومهما مر على الانسان فهي قدره ربنا سبحانه وتعالى. هي الحياه دار شقاء، الدنيا دار شقاء. صح. فلو انت رضيت او انت حاولت ان انت مثلا هيحلها الحلال، حتى لو انت سبت اتعقدت معاك للاخر سيبها على ربنا وتوكل على الله وقول يا رب. نعمل ايه عشان نبقى بوزيتيف لنفسنا؟ بالظبط. انت لسه قايله كلمه، رضيت بالواقع. لازم الرضا. بالظبط. نعمه الرضا دي جميله قوي. الرضا، ارضى باي انجاز عملته حتى لو كان صغير، حتى لو الناس بتعتبره ان الانجاز ده صغير، لان ده هيعمل ايه؟ هيخليني اشعر بالسعاده، بالتالي ده هيخليني اتخلص من الخوف والقلق اللي هما سبب التفكير السلبي. تمام. كمان دايما يبقى عندي امل وكافح واصبر. حياه الانسان من غير امل هو كده ما عندوش حياه. بالامل نحيا. بالظبط كده. طب الاول احنا لازم يكون عندنا امل. احنا حطينا امال وطموحات، لازم يبقى فيه كفاح وفعل. طيب لازم نعرف ان احنا اثناء تحقيق الامال دي هنقابل صعوبات، لازم نصبر على الصعوبات دي ونعرف ان هي حاجه طبيعيه ونفكر فيها. دخلتينا في السؤال اللي كنت لسه عايزه اساله لك، النجاح. للنجاح عوامل. بالظبط. ازاي انا اقدر احط الاسس والعوامل اللي انا اقدر من خلالها احقق ذاتي واحقق طموحاتي واحلامي كمان؟ بالظبط. اتفضل. اول حاجه لازم احط هدف لنفسي. لان الانسان بلا هدف بلا حياه. طيب ازاي احط هدف؟ ابتدي اشوف نفسي بحب ايه، ايه اللي بشتغله بحماس، عشان الحماس والعزم ده هو اللي يخليني اكمل لما اقابل موقف صعب اثناء تحقيق الهدف ده. لازم اشوف قدراتي علشان اختار هدف مناسب مع القدره اللي عندي دي. طيب انا حطيت هدف اهو، اخترت هدف، ازاي احققه بقى؟ احط خطه
لتحقيق الهدف ده لازم احط زمن معين، احط الاساليب اللي انا هحقق بيها الهدف ده. زي ما قلت لحضرتك في اول الحلقه ان لو انا عايزه اجيب عربيه لازم اقول، مش هقول عربيه بقى اجيب عربيه بس، لا لازم احدد زمن معين مثلا بعد سنتين وهشتغل شغل يدخل لي عائد مادي خليني اقدر اجيبها بعد سنتين. لازم كمان المواصله اصبر، زي ما قلت العقبات اللي بتقابلني دي اصبر عليها. التضحيه اضحي مثلا اضحي بوقت من اللي بقضيه مع صحابي، مش معنى كده ان انا ما اقضيش وقت في الترفيه ولكن هاخد منه وقت في تحقيق الهدف ده. كمان ممكن واحد يأخر جوازه علشان هو مثلا عايز يدرس بره لحد لما يخرج يدرس ويرجع تاني، فهو هنا ضحى. بعد كده عدم المقارنة بالآخرين، وأتعلم من تجارب الناس اللي كان ليها أهداف زي أهدافي، أتعلم من تجارب الأخطاء اللي وقعوا فيها، وبكده أنا اخترت هدف وابتديت إن أنا أحققه. الإنسان نفسيته متحكمة في صحته. بالظبط. النفسية متحكمة في الصحة. أكيد. لو عايزين نتكلم الصحة النفسية إلى أي مدى ممكن تأثر على الصحة البدنية أو الصحة العامة، وممكن تجيب أمراض ولا لأ؟ أكيد طبعا. طبعا في أبحاث كتيرة قوي على موضوع العلاقة بين الأمراض النفسية والصحة العامة. أبسط مثال على ده الطالب اللي عنده امتحان بيبتدي يحس إن بطنه بتوجعه. عنده توتر. بالظبط. هو التوتر اللي خلى بطنه توجعه ان هو عنده مغص. بالظبط كده. هنلاقي في امراض كتيره من الامراض الجسميه او الجسديه بتزيد بسبب المشكلات النفسيه، وخاصه الامراض المرتبطه بالهرمونات زي السكر زي الغدد الدرقيه. كل ما توتر اكتر كل ما هتزيد اكتر المشكله دي. هنلاقي كمان امراض الجهاز العصبي، القولون العصبي. هنلاقي ان مرضى الاكتئاب دايما بيشكو من الصداع، دايما بيشكو من الام في العضلات، دايما عندهم بيفقدوا وزنهم. هنلاقي ان مرضى الوسواس القهري دايما او يعني في بعض الاوقات بيجي لهم اكزيما من كتر ما هو دايما بيغسل ايده. شفت او قابلت واحد مريض وسواس قهري قعد يقص في ضوافره لحد لما اتعورته مش حاسس ان هو اتعور. يا نهار ابيض. كل ده علشان يعني عايز ينضف. بالظبط كده. الوسواس ده الوسواس ده خلاه اذى نفسه هو من غير ما يشعر. بالظبط كده. كمان هنلاقي ان بيضعف المناعه، وده بيخلينا عرضه للاصابه بامراض كتير. كمان هنلاقي ان المناعه فعلا سبب اساسي قوي. انا اعرف ان الجهاز المناعي للجسم متحكمه في الناحيه النفسيه، يعني كده. الفتره اللي فاتت طبعا الكورونا واللي شفناه عن طريق الخوف والرعب، انا خايف، انا مش عايزه انزل، انا مش عايزه اتعامل مع الناس، انا بغسل ايدي كل شويه، طب فين الكحول، لا 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 بلاش انزل النهارده، لا بلاش اروح الشغل. الكلام ده بقى يوتر اكتر، بقى يوصل الانسان ان مناعته تضعف. بالظبط كده. يعني كل الاطباء بيتكلموا تقويه المناعه عن طريق الاكل والشرب وكل حاجه، واهم حاجه انك ما تخافش، لازم خلي مناعتك هتتحكم فيها صحتك النفسيه، ان كتر التوتر الزايد ده هيضعف مناعتي اللي انا بقويها بحاجات تانية. بنقول عنده هوسوس مثلا. بالظبط. اللي عنده هوسوس قلقان من شيء، قلقان من شيء اللي هو الوسواس. بالظبط. احنا بنقول قلقان من شيء فدايما على طول ممكن كده. طيب احنا عايزين نتكلم على الحاجات الهالات المتحكمه في الانسان. ايه اللي متحكم في حياه الانسان؟ عده من العوامل او عده ايه اللي بيتحكم في حياه الانسان او في شخصية الإنسان نفسه؟ اللي بيتحكم في شخصية الإنسان طريقة تفكيره. أول حاجة لازم أعرف إن أركان الحياة خمسة. اللي هو الركن الصحي والركن المهني، الركن الاجتماعي، الركن العائلي، الركن المادي. تمام. دي مجالات الحياة. لازم نعرف إن او لما احط هدف لازم يبقى كل شايف ركن من الاركان دي. بالزبط. مرتبطين ببعض. بالظبط. ومؤثرين على بعض. بالظبط. لا بس لازم نفهم حاجه، ان لما يحصل لي مشكله في ركن من دول ما اخليش المشكله دي تاثر على باقي على الاربع اركان الباقيين. بالظبط يعني كده. يعني ان انا اتعامل مع كل مشكله على حداها. بالظبط. ما اخليهاش تاثر على الباقي. بالظبط كده. ولازم اعرف ان الهدف اللي انا هحطه في حياتي ده لازم يشمل الخمس اركان دول. يعني ما ينفعش احط اهداف ماديه بس واسيب الاهداف الاجتماعيه والاهداف العائليه والاهداف الشخصيه والروحيه كمان. بالظبط. دي مهمه جدا. مهمة ده اول جداً. هدف لازم نهتم بيه.
في استشارة مهمة جدا مني ومن كل الناس وبتجيلي على الصفحات والبيجز وحاجات كتير قوي. احنا مفيش حد فينا ما حصلوش حالة خذلان او ما اتصدمش في تجربة عاطفية وبعدها فقد الثقة في نفسه وفقد الثقة ان هو يقدر يحب تاني او يتحب تاني. تقدري تقولي ايه لأي حد خرج من تجربة عاطفية فاشلة وما كانش النصيب اداله ان هو يقدر يكمل، لان كل شيء اسمه نصيب، وحس بعدها انه مش هيقدر يحب تاني ومش قادر يتأقلم اصلا مع الحياة ومع نفسه؟ تمام. لازم نفهم علشان نخرج من علاقة عاطفية بأقل الخسائر النفسية لازم نمشي على خطوات. أول حاجة ادي فرصة لنفسك إنك تحزن. طبيعي إن مشاعر يبقى جواك مشاعر حزن، فلازم تديها مساحة إن هي تخرج علشان تتخلص منها. هتلاقي نفسك بتنتقل بين مشاعر، الأول هتبقى إيه؟ خوف. لا، الأول هتبقى حزن وغضب، بعد كده هيتحول لخوف وقلق، ثم القبول، هتبتدي ان هي تتقبل الوضع اللي وصلت له، سواء كان بنت او شاب. يعني الموضوع كده. تاثير العلاقه بيبقى على الطرفين، الحزن على الطرفين. بالظبط. وكل مرحله هلاقيها اسهل من اللي قبلها. طيب لما ادي، انا بقول لازم ادي نفسي وقت للحزن، بس لازم برضو اعرف ان انا بدي مساحه ان انا اتعامل مع مشاعري وما اخليش مشاعري دي هي اللي تضغط عليا. تمام. هتحصل فجوة، طبيعي ان يحصل جواك فجوة، تحس ان بتسحب كل حاجة عشتها سعيدة. لكن ما حاولش امنع الفجوة دي بقى سريعا، لان ده انت كده بتقعي في غلط تاني. يعني اللي احنا بنقوله ما ننساش حكاية بحكاية. بالزبط. ما ننساش شخص بشخص. بالزبط. لازم تدي الفرصة الاول لنفسك ان انت تتخلصي من الالم ده علشان تبتدي من غير ما اي مشاكل موجودة عندك نفسية. تمام. ادي لنفسي فرصة ان انا ابعد. ازاي؟ ان انا ابتدي امسح رقمه من عندي، امسح اي شتات ما بيننا، ما اسألش صحابي على اخباره، اشيل اي تذكار موجود. لو التذكار ده مفيد اديه لحد محتاجه يستفاد بيه. اقدم المساعدة لغيري، وخصوصا لو كان واقع في نفس المشكلة اللي انا واقعة فيها دي. طبيعي ان انا اقعد اتخيل ان احنا رجعنا لبعض. بس لازم اعرف ان انا ادي لنفسي وقت معين اتخيل فيه، ده دقيقة في اليوم مثلا اتخيل كده. بعد كده لما يجي لي الفكر ده في دماغي لازم اتجنب الافكار دي باي، ان انا اشتت انتباهي لاي حاجة تاني ايجابية. انا هلبس ايه مثلا بفكر بكرة؟ طول ما انا بفكر في الموضوع واقعد اسأل نفسي يا ترى يا هل ترى، انا كده ما بديش مساحة للعلاج. لا، طبيعي ان هسال نفسي، بس ادي لنفسي مده ان اسال فيها روحي. دقيقه زي ما بقول لحضرتك، دقيقتين في اليوم. طبيعي ان اشوف صوره لينا احزن، احزني، بس ادي لنفسك وقت تحزني فيه. بعدها يعني بعدها خلي انتباهك يروح لحاجه تانية ايجابيه. هلبس ايه بكره؟ هخرج فين؟ املى وقت فراغي. اسمع موسيقى هاديه، ما اسمعش موسيقى حزينه ابدا. تمام. لان دي هتزود المشكله، هتستدعي المشاعر السلبيه والمشاعر. لازم افهم ان الاشخاص بتتغير مع الوقت، ان مشاعر دي بتتغير مع الوقت. اللي انا حاسه النهارده مش هو اللي هحسه الاسبوع الجاي، مش هو اللي هحسه الشهر. ملومش نفسي. حتى لو كنت بعمل تصرفات كانت سبب في فشل العلاقه دي، احاول ان انا اواجه نفسي واحاول اصلح ده في نفسي. بالزبط. عشان اتفادى الخطا مع التجربه الثانيه، لان اكيد هنحب تاني. الانسان طول ما هو بيعرف يحب نفسه اكيد هيحب الاخرين والاخرين هيحبه. بالظبط كده. وقتنا بيخلص مننا، وانا كنت واحنا ان شاء الله لينا مستمرين مع بعض في حلقات ثانيه، بس انا عايزه حضرتك في دقيقه نهائيه كده تدينا كبسوله. كبسولة نفسية في كل حلقة هنحتاج منك كبسولة. روجيتت أستاذة سعاد إبراهيم، تكتب لنا فيها إيه وتقول إيه المشاهدين؟ نقطة أخيرة اللي أنا بعمل ده كله في العلاقة العاطفية علشان أوصل لها، إن أنا أحب نفسي وأطور من ذاتي. أبتدي أقرأ كتاب، أتعلم حاجة جديدة، أبتدي أعمل نظام غذائي، إن أنا أكل فيه حاجات بروتينات وفيتامينز، فده هيعود على صحتي النفسية والصحة العامة. طيب علشان أخلي حياتي سعيدة أعمل إيه؟ أول حاجة لازم أحدد هدف، ولازم أثق بنفسي، أبعد عن الأشخاص السلبيين، أقرب من الأشخاص الإيجابيين لأن هبتدي أستفيد منهم بدعمهم وبنصايحهم، أبعد عن اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين، أبتدي أكتب إنجازاتي وأحطها دايما قصادي علشان دي هتبقى حافز ليا، ما أقارنش نفسي بغيري. كل دي لو احنا عملناها في حياتنا، حياتنا هتنجح، والاهداف اللي احنا حاطينها دي هنبتدي ان احنا نحققها ونتفادى المشكلات ونتفادى المشكلات دي ونتغلب عليها ونقوي نقاط الضعف اللي خلتنا وقعنا في المشكلات دي.
في نهاية حلقتنا بشكرك جدا، استمتعت جدا مع حضرتك، وبإذن الله إن شاء الله توعدينا إن الحلقات القادمة نحضر لمشاهدينا الكرام مجموعة من المشاكل النفسية ونقدم لهم سبل الحل ليها. بشكرك جدا. في نهاية حلقتنا بشكر ضيفتي الجميلة أستاذة سعاد إبراهيم، الاستشاري النفسي والأسري، دبلومة علم نفس جامعة عين شمس. بشكركم مشاهدينا الكرام، وبشكر كل زمايلي في الكنترول، ويا رب تكون حلقتي عجبتكم النهارده واستفدتوا بيها. انتظرونا الاسبوع القادم في نفس الميعاد وموضوع جديد من المشاكل النفسيه نحله. اترككم في امان الله ورعايته، تحياتي اميره يحيى، الى اللقاء.